بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج سباق المحضرة. الأرقام التي تمكنكم من الاتصال بنا هي كما ترونها على الشاشة 43 20 23 59 43 20 23 60. إذن ننتظر أولى المكالمات في هذه الحلقة ومع المجموعة الأولى. هذا المختار سالم الأحمد وهو متصل سابق بالبرنامج، تفضل المختار سالم. مرحبا. رقم واحد يقول: ما شروط الحديث الصحيح؟ بشكل سريع مختار سالم، ما شروط الحديث الصحيح؟ حقبة شكرا لك. اتصال آخر إن شاء الله. شكرا لك على الاتصال. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. هذا أبو ولا الحسن أو البو، لعله يصحح. تفضل أيها المتسابق. أنت ينقطع الخط عن البو للحسن، ونستقبل من بعده مكالمة جديدة. إذن إذا كانت المكالمة الموالية جاهزة نستقبل من على الخط في الانتظار. وكان أحدهم قد سأل عن السؤال واحد فأعطيناه إياه، لكن ما زلنا ننتظر إجابة السؤال الذي طلب من قبل وقد عرف. لا شك أن المتسابقين الآن قد عرفوا الإجابة ويتسابقون إلى الخطوط. هذا سالم يتصل، تفضل يا سالم. سالم كن معنا. سالم مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. لعلك تسأل عن رقم واحد أليس كذلك؟ لم أسمع. رقم أربعة يقول: صحابي جليل كان يكنى ذا اليدين، من هو؟ من هو؟ خباب. لم أسمع. خباب. ما سمعته؟ خرباق بن عامر. أها. الخرباق بن عامر. الخرباق بالقافي بن عامر رضي الله عنه، بارك الله فيه. إجابة صحيحة. أنت سالم. نقطة السؤال الرابع هي لك. لعلك سالم على ما أعتقد. شكرا لك على الإجابة الصحيحة، وهو كما ذكرت كان يكنى ذا اليدين وهو الخرباق بن عمرو. يتصل أبايا، تفضل أبايا. أبايا تفضل. سلام ورحمة. مرحبا، تفضلوا. اختار أحد الأرقام. سؤال رقم واحد. سؤال رقم واحد: ما شروط الحديث الصحيح؟ ذاك اللي رواه عدل. ها؟ ذاك اللي رواه عدل. ايوه عدل. عدل ايوه. سام الضبي. اها. بسند المتقن. اها. سالم بن شنود. اها. ثم ماذا؟ سالم بن عند القريحة بارك الله فيك. شكرا لك بايا. إجابة السؤال رقم واحد كنت قد قدمتها بشكل واضح. إذن شروط الحديث الصحيح كما ذكرت: العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. حمى على ما أعتقد. حمى تفضل. أو أما. ألو. يا أما تفضلي. أما. ألو. نعم تفضلي. أعطيني رقم. رقم اختاريه من المجموعة من 10 أسئلة فتجاوب على 4 2 منها. رائشة. ألو. لا هي تختاري أنت رقم فتستهلك لا 1 و4، الباقي مازال عندي. يبدو أنها ما يستمع. أعطيني رقم 3. رقم 3 مازال. والله استمعي إليه. ما أركان الإقرار؟ سؤال ما هو صعب. الإقرار. ألو. شكرا لك. اتصال آخر إن شاء الله تودع. نستقبل مكالمة جديدة بعد مكالمة هذه المتسابقة. يتصل أحمد، تفضل. السلام
عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بي. كيف الحال؟ مرحبا، انت محمد عبد الله ليس كذلك؟ والله احمد محمد عبد الله. السؤال رقم 3. سؤال رقم 3، اركان الاقرار هذا سالنا عنه المتصله من قبلك. اركان الاقرار 4. أربعة. وهو السؤال الثالث، ما هي اركان الاقرار؟ المقر. ايوه. والمقر له والمقر به. والصيغه. زين. ايوه. هذا ربعه. ايوه ذاك ذاك مضبوط. شوف شكرا لك على شكرا لك على الاجابه الصحيحه. شكرا. انت احمد والمحمد عبد الله كنت اجبت على السؤال الثالث، كنا قد سالنا عن شروط اركان اقصد الاقرار، اجبت على هذا السؤال اجابه كامله فلك النقطه كامله. نستقبل المكالمة الموالية. سالم يتصل، تفضل يا سالم. سالم تفضل. مازال من الأرقام؟ فات زقرة ثلاثة، فات زقرة 1 و3 و4 والباقي في انتظارك. أعطينا رقم 2. رقم 2 يقول: ما شروط العمل بالحديث الضعيف؟ نعم. شروط العمل بالحديث الضعيف. ها؟ ماذا؟ وأن لا يخالف أصلا. أيوه. وأن لا يخالف أصلا. إيه. ثم ماذا؟ وأن لا يعتقد العمل بثبوته. ثم ماذا؟ وأن يكون ضعفه غير شديد. أيوه ثم ماذا؟ ننتظرك أخي. ريتش. هذا ما في شعبتك. شكرا لك. إذا شوف شروط العمل بالحديث الضعيف كما ذكرت أن يندرج تحت حكم كما ذكرت بعضه طبعا، أن يندرج تحت أصل شامل عام لا يحتج به في غير فضائل الأعمال، أن لا يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع ذكر ضعفه، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزو إلى من ينتقى وفيه منع وجواز مطلقا. شكرا لك على الإجابة الصحيحة. نستقبل عائشة كانت على الخط في الانتظار، تفضلي عائشة. عائشة تفضلي، ننتظرك. لا أدري هل ما تزال على الخط أم انقطع عن الخط للأسف. نستقبل من بعدها مكالمة جديدة. إذن إذا كانت المكالمة الموالية جاهزة نستقبل من على الخط في الانتظار. كان المتسابقون الأعزاء قد أجابوا على أسئلة 4 من مجموعتنا الأولى، وهي على الترتيب من 1 إلى 4، وبقية على الترتيب من 5 إلى 10، وبايا على الخط في الانتظار. تفضل بايا. يا بايا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت يا بايا ليس كذلك؟ أنا عندي ملاحظة بعد. قولها تفضل بها. ها؟ قلها. أنا الأخير أنا أذكر دارديتي فيها أبي غير معروف لله أبايا. أيوة. أبايا المعروف هذه غير كردانيتي فيها أبي وللبو. لكن اللي ذكرت ذاك العقل يعود. شوف صحيح. ماك شاكني لين حقيقة. صحيح. أنت معنا أنك الحمد لله طمعت بالإجازة. بالجائزة أقصد، وصحح اسمك كما هو في بطاقة التعريف، أبي وللبو. إذن أبي نوافق. وللبو أبي وللبو هو اللي تم تقدم لنا إن شاء الله. أبي وللبو والله ياك ولي تواسي الاسم اللي في تواغط ولي يقدم أبي وللبو. أبي عندك هذا جيد، عدلت مزار في البداية ومن اليوم مقبول. شوف رقم 10 يقول: متى توفي العلامة الجليل محمد سالم وللما رحمة الله علينا وعليه؟ ينقطع الخط على ما اعتقد او ما تزال معنا يعني. كم وفاته؟ 1900
1963 بالضبط بالميلادي. بدك تقول لي كم بالهجري؟ 63. بدك تقول لي كم بالهجري ابي؟ لا والله تقريبا 83 ولا هيك. لا هي 1383 بالضبط. الله يبارك فيك، شكرا لك على الإجابة الصحيحة والموفقة ما شاء الله، وكنا قد صححنا اسمك، أنت أبي وللبو. مرحبا بك، نستقبل سالمو. سالمو أنت ستصحح اسمك أم اسمك مؤكد؟ تسمك سالمو ثابت؟ ها؟ سالمو 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 من التحريف والتصحيف، الحمد لله. إذا تفضل اختر رقما، قلت رقم كم؟ رقم كم يا سليم؟ رقم 10. رقم 10 أجاب عليه أبي من قبلك. رقم 8. رقم 8 يقول المواربة مصطلح من مصطلحات علم البديع، ما دلالة هذا المصطلح؟ أنت سليم على ما أعتقد، تفضل. المواربة، ودعك من المواربة. سليم انتظرناك. إذا في اتصال آخر إن شاء الله يعود أبي. تفضل يا أبي، تفضل يا أبي. أبي أعطيني سؤال. رقم رقم كم؟ رقم 8. رقم 8 يقول المواربة مصطلح بديعي، ما دلالة المصطلح بشكل سريع؟ لكن يضع الشاعر في شعره كلاما ايوه يؤاخذ عليه ايوه، ولكنه يستطيع عند الضرورة ان يغير منه حرفا او حركة فلا يؤخذ عليه. هل من مثال؟ فعند المثال يتضح المقال. مثال هي. مثال المواربة. لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على. شكرا. لقد ضاع، قلت بالهمزه، تقول تقريبا لقد ضاع بالهمزه زين. كما ضاع در على خالصه، بارك الله فيك. ولئن ضاع شعرك على بابنا فلن تضيع نقاطك ان شاء الله عندنا فهي محفوظه. شكرا لك، نقطه السؤال هي لك. شكرا لأبي وللبو على إجابته على السؤال رقم 8، وهو المواربة هي كما ذكر أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه، فإذا حصل الإنكار استحضر وجها يتخلص به إما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو غير ذلك. ومنه قول أبي نواس يهجو خالصة جارية هارون الرشيد، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة، فلما أنكر عليه هارون الرشيد ذلك قال إنما قلت ضاء بالهمزة لكنها همزة طال كراعها. إذن شكرا لك يا أبي على الإجابة، وكانت إجابة صحيحة وموفقة، بارك الله فيك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة، نستقبل المكالمة الموالية. يتصل عزيزي، تفضل عزيزي. يا عزيزي تفضل. السلام عليكم. هي امرأة أيضا. عزيزة تفضلي. أنت ما اسمك؟ صححي الاسم. حاج مكتبة. اسمك اسمك. مرحبا. عزيزة. عزيزة. أيوة طيب. عزيزة تفضلي. عزيزة. أيوة طيب مرحبا. اختاري أحد الأرقام، عندك 5 و6 و7 و9. عزيزة. 9. رقم 9 يقول فالشعر إن أنت لم تتبع مقاييسه فهبك لست بعلم الصرف منتفعا، تقول قد ربعت هند بمربعها وهند رابعة والوصف من ربعا، وإن تكن نسوة مهما اجتمعن فقولهن الروابع، هذا الوصف قد جمع. من القائل؟ عزيزة. ألو. لبيات من قائلها التي استمعت إليها آنفا؟ نسمعك، من القائل؟ ينقطع الخط عن عزيزة ويتصل سالم. تفضل يا سالم. رقم 7.
رقم 7 يقول: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه وأن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. ففي الحلم خير في أمور كثيرة، وفي الجهل أحيانا إذا ما تعذر. من القائل؟ بشكل سريع دائما. نابغة الجعدي. هو النابغة الجعدي، وكان أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله ذاك. شكرا لك على الإجابة الصحيحة يا سالم، شكرا لك. سؤال رقم 7 كنت قد نلت نقطته. نستقبل المكالمة الموالية. أحمد ولا محمد عبد الله على ما أعتقد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا أحمد. رقم 9. رقم 9 يقول: في الشعر إن أنت لم تتبع مقاييسه فهبك لست بعلم الصرف منتفعا، تقول قد ربعت هند بمربعها وهند رابعة والوصف من ربعة، وإن تكن نسوة مهما اجتمعن فقل هن الروابع، هذا الوصف قد جمع. من القائل؟ ذكر سريع دائما. لدينا فاصل بعد لحظات، تفضل بشكل سريع. ما هو المتنبي؟ إذن شكرا لك على المحاولة، وفاصل بعده نواصل إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء، متسابقين الكرام. وكانت المجموعة الأولى قد أجيب على 7 أسئلة منها، وبقي 3 في الانتظار، وننتظر المكالمة التي هي على الخط صاحبها سالم. تفضل سالم، اختر أحد الأرقام الثلاثة المتبقية. باقي من الأرقام؟ باقي 5 و6 و9. أعطينا 6. نعطيك 6. يقول: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، ما موطن الشاهد في البيت نحويا؟ بشكل سريع سالم، ليس لدينا وقت للتفكير على الخط يا سالم، وأنت ما شاء الله متقدم، بارك الله فيك. اتصال آخر إن شاء الله. يتصل أحمد دو، مرحبا. وما زال يراجع إجابة أحد الأسئلة. نحاول معه سؤال رقم 9. إيه وزين، حاول معه. 6. سؤال رقم 6. السؤال رقم 6 حاول معه. دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسوري، حيث أضاف لبى إلى ضمير الغائب. لم أسمع بشكل جيد، لم أسمع. هذاك سؤال 6 الشاهد فيه هو قوله لبيه، حيث أضاف لبيه إلى ضمير الغائب وذلك الشاهد. هي ما هي لبيه، هي لبي. هو زين، بارك الله فيك. إجابة صحيحة أخي الكريم، أنت أحمد على ما أعتقد أجبت على السؤال السادس. إذن موطن الشاهد في البيت، وكما ذكرت إضافة لبي إلى الاسم الظاهر، والأصل أن لا تضاف إلا إلى الضمير كما يقول ابن مالك، وبعض ما يضاف حتما امتنع علاؤه اسما ظاهرا، حيث وقعك وحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي.
هذا نص الألفية. شكرا لك، نستقبل مكالمة جديدة. أحمد يسلم ولعله متسابق سابق. تفضل أحمد يسلم، كنت تتصل بنا من قبل؟ نعم نعم. من المتسابقين في النسخ الماضية؟ لا معقول. معقول، أنت ما أنا متأكد. وتفضل أحمد يسلم المرابط. عندك الأرقام؟ عندي اثنين لحد الساعة، السؤال رقم 5 والسؤال رقم 9. حاول تنقصهم بواحد نقيسوا المجموعة الثانية. شو 5؟ رقم 5 يقول: من الصحابي الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بدر الكبرى؟ سؤال لا يعدم سهولة. ما إجابته؟ مزبر العوام. ما هو الزبير؟ شكرا لك على المحاولة، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. تتصل تحية من سيدة الأمين، تفضلي يا تحية. تحية اختاري أحد الرقمين 5 و9. سؤال رقم 9 يقول: في الشعر: إن أنت لم تتبع مقاييسه فهبك لست بعلم الصرف منتفعا، تقول قد ربعت هند بمربعها، وهند رابعة والوصف من ربعا، وإن تكن نسوة مهما اجتمعنا فقل هن الروابع، هذا الوصف قد جمع. من القائل؟ من القائل؟ رقم خمسة. لعل أنت طلبتي التاسع أليس كذلك؟ تستبدلينه. إذا نتسامح معك ما دمت. ما في إشكال، ما في إشكال. شوفي قولي لي، من هو الصحابي اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى بشكل سريع؟ عثمان بن عفان. ما هو عثمان بن عفان يا وشعب. شكرا لك، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. يتصل سالم ولعله يطلب السؤال الخامس. هذه فراستي، لا أدري هل ستصدق فراسة المؤمن، وقد تصدق كثيرا ما تصدق، لا أقول قد. تفضل يا سالم وتتقى أيضا. سالم انتبه، هذا ما تفرست. من الصحابي الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة بدر الكبرى؟ ما اسمه أو ما كنيته؟ بالضبط، هو أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، المعروف الملقب الربيط، وقصة ربطه لنفسه في سارية من سواري المسجد وتوبته المشهورة، كل ذلك مشهور عند أصحاب السير. إذن الإجابة الصحيحة هو أبو لبابة بن عبد المنذر. شكرا لك، نستقبل مكالمة جديدة. إن أجاب صاحبها على السؤال 5-9 فنعم، ما هي؟ وإلا تجاوزنا إلى المجموعة الموالية. أحمد دو، أجيب على السؤال 9، لم يبقى إلا هو من هذه المجموعة، سأضيف المجموعة لغيرك. ها؟ السؤال لا لا لا، المجموعة لا ينضيف لغيرك، سؤالي منه أنت، لا يتحاور مع 9، أنت متقدم الحمد لله. والله، فالشعر: إن أنت لم تتبع مقاييسه فهبك لست بعلم الصرف منتفعا، تقول قد ربعت هند بمربعها، وهند رابعة والوصف من ربعة، وإن تكن نسوة مهما اجتمعن فقل هن الروابع، هذا الوصف قد جمع. من القائل؟ ما هو ابن الرومي؟ ليس ابن الرومي. شكرا على المحاولة، نستقبل من بعدك من نضيف له المجموعة الموالية. أحمد يسلم المرابط لا يقبل أنه متسابق سابق معنا في نظهر لي عن لا يتصل بنا غير ما قرب بها. نتفضل أحمد يسلم لكل الأحوال. ضمن المجموعة؟ ما في إشكال. أحمد يسلم نعم. أنت معناك مذكر عنك يتصل بنا في البرنامج. أنا اتصلت بكم مرة ماضية مرة ماضية السنة ماضية رمضان. إيه رمضان أخر. إذن المجموعة فتحت أمامك على مصراعيها، فاختر أحد أسئلتها من 1 إلى 10 بشكل سريع. رقم 7. رقم 7 من مجموعتنا الثانية في هذه الحلقة يقول: أفديك من منزل بالنفس والذات، فكم لنا فيك من أيام لذات، ما موطن الشاهد في الأبيات.
تفضل. الله أعلم. الله أعلم، إجابة موفقة، بارك الله فيك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. تحية تعود، تفضلي يا تحية. تحية تفضلي. السؤال رقم خمسة يقول من هذه المجموعة الجديدة، يقول من يحيى ربعا بذات القدوم وله ما يحب عند القدوم، حي عني حيا بها إن في القلب لها حبا، ليس بالمكتوم من يكن في حب ملوما، فإني لم أكن في حبي لها بملومي، فاشمخي يا ذات القدوم بأنف وضعي أخمصيك فوق النجوم. من القائل يا تحية؟ شكل سريع. هل من محاولة؟ من القائل. قائل منهم؟ محاولة. لا يتفكر فيه ويتصلي بنا؟ ما رأيك؟ ايوه طيب. شكرا لك يا تحية على الاتصال، شكرا لك على المحاولة. نستقبل مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. نبقى في انتظار ورود المكالمة الموالية، وكنا قد فتحنا المجموعة الثانية في هذه الحلقة ولم يحاول معه من أسئلتها إلا اثنان، السابع ومن قبله الخامس. ونبقى في انتظار ورود مكالمات متسابقين الأعزاء، أحدهم على الخط هو محمد والسيدي، أليس كذلك محمد؟ أنت متصل جديد. نعم. محمد صحيح، مرحبا، تفضل. توفيق وحليفه. رقم 6 من المجموعة الثانية. رقم 6 من المجموعة الثانية يقول ما مسقطات القيام بالعيب في فقه المعاملات؟ محمد اختار سؤال آخر يمكن. ما هو من طبيعة البرنامج؟ يعني يعطي سؤالين مكالمة واحدة، تبعد متصل جديد. شكرا لك على الاتصال. نستقبل سالم، تفضل سالم. نزال من الأرقام. المجموعة الأولى ما بات، المجموعة الثانية ما تجاوب على السؤال منها، في انتظارك كامل. أعطينا رقم واحد. رقم واحد من هذه المجموعة لا يعدم سهولة، يقول متى وقعت غزوة المريسيع؟ سادسة للهجرة. السنة كم؟ سادسة. تقول لي أي شهر؟ قول لك أي شهر، أي شهر من الشهور الاثنى عشر؟ شعبان. بالضبط، إجابة صحيحة. أنت مالك سالمو؟ أيوة والله. سالم عندك نقطة السؤال واحد من المجموعة الثانية، وكما ذكرت في شهر شعبان من السنة السادسة للهجرة. نستقبل المكالمة الموالية، يتصل أبي، تفضل أبي. أبي كن معنا. أبي ودبو معك. أبي ودبو، ارفع صوتك لو سمحت يا أبي. أبي سمعنا اسمك لكن اختار أحد الأرقام. أنت متسابق ميداني. دور اثنين. دور اثنين، كنت بعد ندور لك واحد. قال تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما المحسن البديع في الآية الكريمة؟ أبي. الله أعلم. الله يبارك فيك، شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جائزة. شكرا لأبي على هذه الإجابة التي هي خير الإجابات، أن يقول المرء فيما لا يدري لا أدري، وخير من ذلك الله أعلم. شكرا لأبي، شكرا لسالم، شكرا لكل من اتصل بنا. نبقى في انتظار ورود مزيد من المكالمات في هذه الحلقة. يتصل سالم. يا سالم، مازال من الأرقام. الأرقام من مجموعتنا الثانية، فاز قلت لا واحد ورقم واحد. اختر غيره. أعطينا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يقول صحابي جليل كان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، في الثانية هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا، مات بعد أحد بشهر. و أمه، مزيد من المعلومات حوله، أمه إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟
بشكل سريع دائما. ابو سلمه بن عبد الاسد. ابو سلمه منو؟ عبد الاسد. وتقول لي امه هذه من هي؟ هي عمات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا امه، من هي امه؟ من هي؟ برة. بارك الله فيك، شكرا لك. إجابة صحيحة على السؤال رقم ثلاثة. هذا الصحابي هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأمه برة بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك على الإجابة. نستقبل مكالمة جديدة. كان معنا سالم على ما أعتقد. أنت سالم؟ ياتي أبي. تفضل يا أبي. سؤال رقم اثنين. السؤال رقم اثنين يقول أبي تفضل. السؤال رقم اثنين يقول: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المحسن البديع في الآية شنو؟ شنو قال له؟ هذا الإرصاد والتسهيل. هو الإرصاد هذا شنو؟ الإرصاد. ده البلاء. تبارك الله. الله يبارك. دير شيء الكلام اللي قدام، تدير على ذاك المزاج اللي ورا. كيف اكثرك قلت لي انك تختيب لي واحد. ها؟ كيف ذاك؟ ما قلت لك قبل علي انه الرقم اثنين، قلت لك نختير لك رقم واحد. هيك لكني سمعتها. بارك الله فيك. انت تريد لذلك ان يكون من البلاغة. شكرا، بارك الله فيك. وإجابة السؤال كانت موفقة، وهي إجابة من علم البديع، وما طلبناه هو الإرصاد كما عرفه المتسابق أبي وللبو. شكرا لك يا أبي. نستقبل المكالمة الموالية إذا كانت جاهزة. يتصل سالم على ما أعتقد. أنت سالم؟ ما زالت من 4 إلى 10. أربعة. يقول: ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على من قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتفكر فيه، واتصل بي إن شاء الله. شكرا لك سالم. نستقبل مكالمة جديدة بعد مكالمة سالم، ويعود أبي. تفضل يا أبي، ولعله يطلب السؤال الذي أحجم عنه سالم. أبي تفضل. أربعة. هذا ما توقعت. ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على من قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ يا أبي بشكل سريع. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ونسأله الاستقامة، فالاستقامة رأس الأمر، إن حصلت فالحمد لله لا أبغي بها بدلا. آمنا بالله ونسأله الاستقامة ونسأله المركز الأول. إن شاء الله. إن شاء الله وآمين. شكرا لك. نستقبل المكالمة الموالية بعد مكالمة أبي الذي يسأل الله المركز الأول بعد سؤاله الاستقامة ولاعترافه بالإيمان. شكرا لأبي. نستقبل المكالمة الموالية. يا أبي، هذه سعاد من تحاجي. تفضلي يا سعاد. يا سعاد تفضلي. سؤال رقم كم؟ نبني الاسم على السكون عدولا عن بنائه على الضم. تفضلي. انت هي اللي تختار الرقم؟ أه؟ انت هي اللي تختار الرقم، اللي تختاري من خمسة. طيب نعطيك رقم خمسة. من يحيى ربعا بذات القدوم وله ما يحب عند القدوم، حي عني حيا بها ان في القلب لها حبا ليس بالمكتوم، من يكون في حب لها من يكون في حب ملوما، فإني لم أكن في حبي لها بملومي، فاشمخي يا ذات القدوم بأنف وضعي أخمصيك فوق النجوم. سعاد تفضلي. من القائل؟ السؤال ما عرفته.
بارك الله فيك. في اتصال آخر إن شاء الله. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. إذا كانت المكالمة الموالية جاهزة نستقبل من على الخط في الانتظار. يتصل سالم. تفضل سالم. رقم 8. رقم 8 يقول: ما تعريف المطلق عند الوصوليين؟ سؤال مقبول. سالم ذكر فيه سريعا. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كان جاهزة، ونحن في اللحظات الأخيرة من توقيت البرنامج. إذن المجموعة الثانية ما تزال في انتظار المتسابقين من رقم 5 إلى 10. هذا اسم جديد هو عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز. ايه تفضل. اختر احد الارقام من 5 إلى 10. من 5 إلى 10. حقبر اختر لنفسي. ثلاثة. رقم ثلاثة. ثلاثة فوق 5. اختار من 5 إلى 10. احنا الوقت مضايقنا جدا. رقم 6. ايه رقم 6 يقول: ما مسقطات القيام بالعيب؟ ما مسقطات القيام بالعيب؟ هو تقرأه على الشاشة والوقت مضايق جدا او يطرد ويطردنا نحن قبل ان يطردك انت. نحن لا نريد طردك يا عبد العزيز، ولأول يوم تطرق بابنا. أطلت على الخط يا أخي العزيز. شكرا لك. إذن نستقبل آخر مكالمة أخرى المكالمات في هذه الحلقة، وصاحبها أحمد دو. هذه فرصته. تفضل يا أحمد دو. حاول ما أحد رسله. ألو السلام عليكم. تفضل اختر أحد الأرقام من 5 إلى 10. سؤال مطلق بالوصولين. أعطيني رقمه أولا أحمد دو. رقم 8 أعتقد. رقم 8 تعتقد ما تعريفه المطلق عند الوصوليين بشكل سريع؟ ذاك هو ما دل على شائع في جنسه والمقيد على خلافه. طيب شوف، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. نعطيك هذا السؤال نقطته هي لك يا أحمد. إذن مشاهدينا الأعزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج سباق المحضرة. أنقول لكم في نهايتها تحيات فريق البرنامج: أحمد طالب والأحمد فال في التصوير، وكانت على الصوت مريم بنت محمد خونة، وعلى التنسيق وضبط نقاط متسابقين الأعزاء أخبارها من تحبيبي، وكانت ربية بنت محمد في السكريبت، وفي الإخراج بهاه الكويري. هذه تحياتي إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد. نستودعكم الله والسلام عليكم.